طيب معانا الأستاذة إيمان من مصر، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل عن حكم التعطر اللي هو يعني المرأة إن هي تشم ريحة يعني. أيوه، يعني المرأة إذا نزلت من بيتها متعطرة، صح كده؟ ليه متعطرة كنت ليه؟ عايزة أقول يعني سمعت قبل كده شيخ كان بيقول إن هي مثلا لو حاطة ريحة منزلة بنية إن هي مثلا مش في دماغها إن هي مثلا تشتم حد فده حلال. شيخ كان طيب بيقول كده، شيخ طيب تمام. يعني احنا خرجنا بره دايره ان هي مثلا ممكن تستخدم مزيل عرق مثلا اللي هو بيبقى ريحته هاديه لمجرد بس ان هو الريحه مش هيشمها اللي حواليها قوي، فلا هي هتحط برفان عادي والناس كلها هتشمه. حاضر. وكمان يعني لو مثلا الريحه مش اللي هي يعني لو حد قرب منها ممكن يشم الريحه يعني دي كده برضه يعني. لا لو حد قرب منها ايه معلش؟ يعني مثلا الريحه مش بتنتشر في المكان كله يعني هي بتبقى على لبسها بس يعني اللي قرب من لبسها مثلا يشم الريحه. طيب حاضر. بشكرك شكرا جزيلا. حكم المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة، مش موضوع مزيل العرق، لا ريحة ممكن حد يشمها أو لو ريحة اللي يقرب منها بس هو اللي يشمها. ماشي، هو القصة كلها موضع خلاف بين كثير من العلماء، يرى أن هذا محرم. أيوة. ويستدل بأحاديث في هذا الأمر، ومنها حديث فيها زانية أو فيها كيت وكيت، وأحاديث لا ربطتها بصلاة الليل أو صلاة العشاء تحديدا. في أحاديث أمر بالتعاطف في حالات معينة زي عند الغسل من الحيض. أيوة. خذي فرصة فتتبع بها أثر الدم لتزيل الرائحة الكريهة يعني. نعم. فالمسألة تعتمد على إذا رايحة في أماكن وتعرق ويعني تصبح رائحتها كريهة تجيب ما يزيل هذه الرائحة. نعم. وليس يكون في نيتها نية التعطر الذي يهيج الناس أو يثير إذا كان في إطار هذه الضرورة فلا مانع شرعا. تمام. لكن هناك آراء منعت وهي معظم العلماء يعني. تمام يا شيخ.